وقفة تضامنية في مدينة إسطنبول ينظمها المئات بعد صلاة الجمعة، أدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين. نحو 40,000 من الشهداء سقطوا خلال هذا العدوان المستمر منذ نحو 270 يوما. هناك تنديد كبير بعجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة القتل الإسرائيلية. هذه الحرب حرب الإبادة التي تهدف لتهجير الفلسطينيين وتمنع عنهم الغذاء والدواء وسط حصار مفروض هو الأبشع عرفته البشرية في العصر الحديث. هناك تنديد بعواصم الدول الكبرى التي وفرت الغطاء لإسرائيل لارتكاب هذه المجازر، واشنطن ولندن وبرلين وباريس، كل هذه العواصم يندد بها هنا في هذه الوقفة التي ترفع فيها الأعلام الفلسطينية. المطالب الرئيسية هي إيصال المساعدات، هي وقف العدوان ومحاسبة أركان الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم. طال الزمان أو قصر عبر تفعيل قضايا جديدة وتفعيل المسارات التي تحدث الآن في الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. إذن المطالب هي ذات المطالب التي ترفع في عواصم ومدن مختلفة في العالم لضرورة وقف هذه الحرب وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي الذي فشل حتى الآن. يعني التنديد كذلك بالأمم المتحدة وبالمنظومة الدولية التي عجزت عن تلبية الاحتياجات الرئيسية للفلسطينيين سواء الأطفال والنساء في ربما واقعة هي الأبشع في العصر الحديث أن ترتكب هذه المجازر، يقولون على الهواء مباشرة ودون أي تحرك جاد على المستوى الدولي. أبو طالب العبد الله، قناة الغد، إسطنبول.